الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث لهذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. ثلاثة خيارات أمام بايدن للرد على استهداف القوات الأمريكية لا تستثني الداخل الإيراني. طهران تحذر وتنفي مسؤوليتها عن تصرفات الفصائل. باستثناء الحوثيين وبعد العراق، إيران توعز لفصائلها في سوريا بوقف الهجمات على الأمريكيين. بوريل يحدد 17 من فبراير لبدء المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر، ويؤكد عدم مساهمتها في عمليات ضد الحوثيين. على وقع القتال العنيف في الجزيرة، البرهان يصل إلى سنار في زيارة تفقدية. مع ترقب رد واشنطن على استهداف قواتها ومصالحها والحديث الأمريكي عن توجيه ضربات محتملة لإيران، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذه قرارا حول كيفية الرد على هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، محملا إيران المسؤولية عن الهجوم لتزويدها المتورطين بالأسلحة. أضاف بايدن في الوقت ذاته أنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق الأوسط ولا يريد حربا أوسع. يأتي ذلك غدا إشارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عمليات انتقامية على مستويات عدة يتم تنفيذها على مراحل. We'll have that discussion. I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن تدرس ثلاثة خيارات للرد، من بينها توجيه ضربة مباشرة ضد إيران أو ضرب وكلائها في الخارج أو زيادة الضغوط المالية على اقتصاد طهران المنهك، وذلك وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادرها. الجيش الأمريكي كان على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة. هذا ما جاء في مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية خلال الشهر الحالي نشرها موقع انترسبت. أظهرت أن الجيش الأمريكي كان مستعدا لاحتمال مشاركة في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة. في وثيقة أخرى منفصلة خاصة بالموظفين، فإن الأمر الاحتياطي يتعلق بالقوات الأمريكية التي تم نشرها العام الماضي في العراق وعددها نحو 2000 عنصر. انترسبت كشفت أيضا أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، غير أن مذكرة يناير كانت أحدث إشارة على استعدادات وزارة الدفاع الأمريكية لدعم إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي. تأتي هذه التسريبات رغم التأكيدات المتكررة للبيت الأبيض أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة لا يشمل نشر قوات برية. من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيميل أمين. أهلا بكما. وأيضا من طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسين علاوي. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها جهزت أو تجهز الرد على الفصائل وعلى إيران، وحزب الله العراقي قال بأنه سيمتنع عن الرد على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو تم استهدافه. هل هذا ثمار للجهود التي قام بها رئيس الوزراء العراقي، أم أنه جاء من استجابة لأوامر في الحقيقة من إيران باعتقادك؟
يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيوفك الكرام، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد طبعا لجهود السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيع السوداني لا يقبل الشك في هذا الموضوع، وعمل عمل كبير جدا مع القوى السياسية العراقية منذ 17/2023 وأزمة غزة، وعمل بمسارات متعددة إن كان باتجاه القضية الفلسطينية ودعمها لنا في غزة سواء في المسار السياسي أو الإنساني، وكذلك بالمقابل فيما يخص العراق ومراقبته كقائد عام للقوات المسلحة للتصعيد الذي حدث على الساحة العراقية، وكذلك بالمقابل على المسار السياسي الذي كنا نتحدث هنا ونقول إن الحوار السياسي هو السبيل الأمثل لوضع هذا المسار. وبالفعل قرار فك الاشتباك الأساسي الذي اتخذه السيد رئيس الوزراء بإنهاء مهام التحالف الدولي قد جعل هذه الفصائل حقيقة تذهب باتجاه النظر إلى الدولة وسلوك الدولة، وبالتالي قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة ومؤسسات الدستورية إن كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية، وبالتالي رئيس الوزراء قد عمل عمل كبير جدا خلال المرحلة الماضية مع القوى السياسية العراقية للضغط على كل هذه المجموعات حقيقة للوصول إلى هذه اللحظة وهي لحظة الاستقرار. لا يمكن أن نعطي فرصة حقيقة لهذا المسار التنموي الذي ينتظره الشعب منذ 40 سنة حقيقة بأن يعيش استقرار طويل الأمد، أكثر من عام عشناه حقيقة وأزمة غزة أثرت علينا، وبالتالي نحن هذا المنجز تحقق بالشهداء والجرحى وواجهنا العمليات الإرهابية على مدى 20 سنة، وبالتالي من غير الممكن أن نضع الساحة العراقية ساحة للتصفيات، وبالتالي نحن الآن متمسكون بعلاقاتنا الخارجية مع الجميع، لدينا علاقات صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، لدينا علاقات متميزة الآن مع دول الجوار الجغرافي الستة والدول الخليجية والدول العربية والإسلامية وكذلك العالم والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبالتالي هذا المسار قد سرنا به رغم كل الصعوبات. أعود إليك في هذه وأتوقع النقطة. أن رئيس الوزراء الآن قد نجح بالوصول إلى هذه النقطة. أعود إليك، ولكن أذهب أيضا لهذه الأخبار ليست بعيدة على الجانب الإيراني. حذر المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من أن أي هجوم على إيران أو مصالحها أو مواطنيها في الخارج خط أحمر سيقابل برد حازم. نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة ما يتم تداوله من أنباء حول تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين. المندوب الإيراني أكد كذلك أن في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن بلاده ليس مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة. شدد على أن الادعاءات حول ضلوع إيران في الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق وسوريا غير مبررة ولا أساس لها من الصحة. كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيادة الحرس الثوري الإيراني أوعزت للميليشيات في سوريا ودير الزور تحديدا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في سوريا، وبالتوازي مع ذلك تتواصل حالة الاستنفار القصوى في جميع المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية في البادية السورية ودير الزور تحديدا في البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي. أذهب إليك دكتور محمد صالح صادقيان، هذه التصرفات من قبل إيران بأنها لا علاقة لها بما تقوم به الفصائل، ما الذي يعنيه برأيك؟ هل جاء من تخوف إيراني من ضربة كبيرة توجه لإيران الآن، وقد قال الرئيس الأمريكي بأن هناك خيارات بالفعل يتم دراستها؟ تحية لك وإلى ضيوفك والمشاهدين. هذه هي طبيعة العلاقة التي تربط إيران بكل فصائل محور المقاومة الذي ترعاه وتدعمه، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنهم، وقالوا أكثر من مرة، قالوا في أكثر من رسالة وجهت إلى مجلس الأمن الدولي عبر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة، بأن إيران لا تصدر الأوامر من طهران إلى هذه الفصائل. هذه الفصائل لديها القرار ولديها وجهة النظر في تقدير الموقف الذي تتخذه من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومة الكيان الإسرائيلي، وبالتالي بأكثر من مرة قالت إيران بأنها غير منخرطة في التصعيد الذي حدث ويحدث حاليا في البحر الأحمر. قالت أكثر من مرة بأن فصائل المقاومة هي التي تتخذ القرار بما يتلائم
مع تقديرها للموقف، مع علاقتها بالحكومات، مع المصالح الوطنية، وهي لا تتدخل في ذلك. أنا أعتقد بما حدث في العراق هذا هو يعني موقف مسؤول وموقف مدروس جدا، سواء كان على فصيل على صعيد الفصائل في العراق أو على صعيد الحكومة العراقية التي شاركت هذه الفصائل بمعلوماتها. وأنا أعتقد بأن هذا الموقف المسؤول الذي اتخذته الفصائل العراقية يتناسب مع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية من أجل الحفاظ على المصالح العراقية. الجميع يعني الفصائل في العراق اتخذت هذا الموقف لوحدها دون إيعاز من إيران باعتقادك؟ أنا سألت، طبعا هذا هو حدث ليلة أمس، أنا اليوم سألت مصدر مسؤول ومطلع ومواكب لكل هذه العلاقات والتطورات، قال لي بأن إيران غير معنية ولم تتدخل في الموقف الذي اتخذته الكتائب في العراق بوقف عملياتها ضد الولايات المتحدة أو مواقع الأمريكية في العراق. وقال لي أيضا، قال بأنه ربما إيران وغرفة العمليات التي تمتلكها فصائل المقاومة استفادت من المعلومات التي حصلت عليها من جهات متعددة إقليمية، سواء كانت عراقية أم إيرانية، حكومية من الحكومة العراقية، من الحكومة الإيرانية، من حكومات أخرى موجودة في المنطقة، وهي التي قررت باتخاذ هذا الموقف. الفصيل الوحيد الآن الذي أعلن عن موقفه هي الكتائب، كتائب حزب الله في العراق. هذا الأمر قال لي المصدر الإيراني بأنه لم يكن بفعل إيراني، وإنما بقرار اتخذته هذه الكتائب بالتعاون والتشاور مع الحكومة العراقية. أناقش أيضا معكم هذه النقطة، حيث تناولت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ثلاثة خيارات تدرسها الولايات المتحدة للرد على هجوم ميليشيا موالية لإيران على قاعدة في الأردن، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 10 آخرين. الخيار الأول غير مسبوق وفق وول ستريت جورنال، يتمثل في توجيه ضربة أمريكية مباشرة على الأراضي الإيرانية، وهو ما يدعو إليه بعض الجمهوريين ويهدد بإشعال حرب إقليمية شاملة يحرص البيت الأبيض على تجنبها. أما الخيار الثاني بحسب الصحيفة فيتمثل باستهداف ما يسمى بمحور المقاومة لإيران وشبكة وكلائها في جميع أنحاء المنطقة، بدلا من استهداف الأراضي الإيرانية. كذلك تناولت وول ستريت جورنال خيار آخر يمكن أن تلجأ إليه واشنطن بالإضافة للضربات، يتعلق بفرض مزيد من التدابير الانتقامية الاقتصادية ضد طهران. في البحر الأحمر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها عن منصة إكس، على منصة إكس، إسقاط المدمرة غريفلي، صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باتجاه دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. أعلن الحوثيون من جانبهم إطلاق عدة صواريخ على السفينة الحربية الأمريكية، وأكد وفق ما نقل تلفزيون المسيرة أنهم مستمرون باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية. أذهب لضيفي من القاهرة أستاذ إيميل أمين، الكاتب المختص في الشأن الأمريكي. تأخرنا عليك، معلش. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدرس بالفعل خيارات للرد على إيران، والرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد قال بعد أن وجهت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات للحوثيين في اليمن بأنه أرسل رسالة إلى إيران، في وقت أيضا تقول نفس الإدارة دائما وتكرر بأنها لا تريد توسعة الحرب في الشرق الأوسط. كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن ترد دون توسعة نطاق الصراع؟ تحياتي الزميلة العزيزة ضحى، وأتمنى تعطيني مساحة كما الزميلين الضيفين. بلا شك إدارة الرئيس بايدن في مأزق، أشرت لي بالأمس بين المطرقة والسندان. إدارة بايدن أمام ضغوطات جمهورية شديدة للغاية، وأيضا من داخل الحزب الديمقراطي من الديمقراطيين أنفسهم مخاوف من أن يعني الضعف البادي على بايدن سيؤثر حكما على فرصة إعادة انتخابه. إن لم توجه الولايات المتحدة الضربة إلى المركز، فإنها ستوجهها إلى التخوم. التخوم لن تتأثر، لأنه المنبع، المصدر الذي يغذيها سيعاود التغذية، ستكون ضربات وهمية.
التساؤل الآن، هل لدى بايدن من الشجاعة أن يكرر ما فعله رونالد ريغان بإبريل نيسان 88، عملية فرس النبي أو براينج مانس، ولكن أيضا هذه كانت ضرب للسفن الإيرانية في المياه على الموانئ الإيرانية، لم تكن هناك ضربة في الداخل الإيراني. لا أظن أن إدارة بايدن في عام انتخابات رئاسية ستقدم، لكن هذا أيضا سيجعلها تدفع الثمن الذي دفعه جيمي كارتر في انتخابات العام 80. هي مأساة الولايات المتحدة تتمثل في الإزدواجية بين السياسة الواقعية والسياسة المثالية، بين الجاكسونيين وبين الويلسونيين، يعني دائما وأبدا هذا الصراع، وهذا الصراع سيقودها بالفعل إلى تعاظم الشأن الإيراني في المنطقة، إحساس إيران بأنها عبر مخالبها عبر البروكسي وور وكلاء الحرب الخاصين بها قادرة على الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا، للانسحاب من العراق. ولا أظن أن هذا يعني يلائم الصقور سواء كانوا من الجمهوريين أو من الدولة الأمريكية العميقة. إذا حدث فعلا رد من الولايات المتحدة أستاذ إيميل، كيف سيكون هذا الرد باعتقادك؟ هل يمكن يعني وخصوصا بعد تصريحات حزب الله العراقي، يعني هل يمكن بعد دراسة الولايات المتحدة الأمريكية لخيارات للرد أن توقف هذه التصريحات الرد الأمريكي؟ أم مقتل 3 جنود شيء كبير لا يمكن تخطيه دون رد؟ لا بالعكس، بالعكس ضحى، يعني البنتاغون بالأمس رد على تصريح حزب الله العراقي بوقف الهجمات، قال هذا كلام لا يعنينا، نحن نريد أفعال وليس أقوال. هل هناك رد؟ بالأمس حسم الأمر، بالأمس حسم الأمر، قرارات الرد تم أخذها، وربما تكون هذه استراتيجية ماكرة من الولايات المتحدة، الهدوء الذي يسبق العاصفة. والدليل أنه رد الرئيس بايدن في المؤتمر الصحفي كان مقتضب للغاية، وتوجه إلى فلوريدا لمتابعة حملته الانتخابية. فكرة التوجه إلى فلوريدا تقول بأنه لا يبدو في الأفق أن هناك عمليات ساحقة ماحقة لا تصد ولا ترد لجهة إيران، غالب الظن ستكون ضربات للوكلاء للأطراف في المياه الإقليمية. وقد تكون هناك أهداف إيرانية من باب الجملة الأخيرة، ميزان الانتباه العسكري. وأكرر، سترسل إشارات إلى إيران كما أرسلت في 7 أكتوبر تشرين أول، ولم تقدم إيران على فعل أي شيء. هل سترد إيران برد قوي أو يعني رد شديد كما حذر مندوبة في الأمم المتحدة؟ هنا سيكون الرد الأمريكي مضاعف. أنا أريد أن أتابع معكم هذه النقاط، ولكن اسمحوا لي أن أنتقل لهذا الخبر أيضا. جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إن المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ستنطلق في 17 فبراير. أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقرر اليوم حجم الأسطول والدولة القائدة ومركز القادة ونقطة الدعم اللوجستي. بوريل أشار إلى أن المهمة تأتي استجابة لطلب تقدم به شركات الشحن لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. لفت المسؤول الأوروبي إلى أن مهمة الأسطول البحري تتمثل في مواجهة اعتداءات الحوثيين وحماية السفن التجارية، ولن يساهم في أي عمليات ضد الحوثيين داخل اليمن. سيعطينا مزيد من التفاصيل من بروكسل مراسل الحدث نور الدين الفريدي. نور الدين، أهلا بك معنا. مزيد من التفاصيل حول هذه القوة التي تشكلت، مهامها متى تبدأ، كيف تبدأ؟ القرار السياسي النهائي يحسم مساء اليوم أو ظهر اليوم، ثم ربما القمة الأوروبية قد تقول بعض التعليق في غضون هذا المساء ويوم غد، ولكن القرار السياسي يمكن الجزم من أنه اتخذ، وأن لجان العمل المتخصصة، لجان الفنية، لجان التخطيط العسكري قد بدأت في الحقيقة منذ أسابيع، ولكن قدمت تقريرها الأولى في غضون هذا الأسبوع إلى المندوبين، إلى اللجان المختصة، وبالتالي ما تبقى من هنا إلى 17 هو خاصة العمليات الفنية، بمعنى أن تتقدم كل دولة فعلا بما ستقدمه من عتاد لوجستي، إن المدمرات أو الفرقاطات
أو أنظمة الدفاع الجوي، طائرات الاستكشاف، الدوريات، هذه المهمة التي ستمتد سنة كاملة، وبالتالي هناك سيتم هناك تداول على مستوى العتاد العسكري أو أيضا تغيير الفرق التي ستقوم بهذه المهمة. الأسطول سيتألف من 3 فرقطات أو مدمرات، سيكون مجهزا بأنظمة الدفاع الجوي لمواجهة المقذوفات الحوثية، ستكون أيضا بإمكانه مراقبة أجواء والمناطق البحرية وطرقات البحرية في منطقة واسعة جدا، لأن هذا الأسطول البحري الذي والعملية التي ستسمى أسبيدس، وهي كلمة من أصل يوناني تعني الدرع، هي في الحقيقة ستعتمد أول ستنسق عملها مع عملية حارس البحر، ثم ستنسق عملها مع العملية الأوروبية الأخرى لحماية السفن في منطقة الخليج، وخاصة في مضيق هرمز وجزء من بحر العرب، وبالتالي المنطقة الطرقات البحرية ستكون تقريبا مغطاة بصفة كاملة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الشريكة. تفضلي. شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، ونعود إليك في كل جديد. مراسل الحدث نور الدين الفريدي كنت معنا من بروكسل. أذهب إلى بغداد حيث مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علوي. دكتور حسين، يعني هذه الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي ربما أسفرت عن أن حزب الله العراقي صرح بهذه التصريحات بأنه لن يستهدف القوات الأمريكية حتى لو تم استهدافه، لكن حزب الله العراقي ليس الوحيد الذي يستهدف القوات الأمريكية في العراق، وبالتالي هل ستستمر هذه الجهود التي يقوم بها العراق؟ أكيد ستستمر هذه الجهود في متابعة وتأمين حقيقة بالسيادة الوطنية وكذلك الفضاء الوطني من عدم وجود هذه التهديدات التي برزت خلال المرحلة الماضية، والتي حقيقة أثرت على المصالح الوطنية العراقية وأثرت كذلك على مسار الدولة العراقية. كنا حقيقة إذا كان السبب في نجاح في هذه التصريحات من حزب الله العراقي بأنه لن يقوم باستهداف الولايات المتحدة القوات الأمريكية هو نجاح لهذه المحاولات من رئيس الوزراء، هل باعتقادك ستنجح مع باقي الفصائل أيضا؟ أكيد ستنجح، أكيد ستنجح، ولكن سيتم الإعلان طبعا عن هذا المسار في نهاية المطاف، يعني لأنه مسار كبير عمله السيد رئيس الوزراء ليلا نهارا حقيقة، الحكومة العراقية برئاسته ورئاسة كذلك الكابينة الحكومية تعمل للتوصل إلى هذا المسار، بالإضافة إلى كذلك القوى السياسية العراقية التي تجتمع دوريا والتي بدأت كذلك باجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية، لأن هنالك تهديد كبير للأمن القومي العراقي كان، ولكن بالمقابل إبعاد شبح الصراع عن العراق وكان أولوية لدى السيد رئيس الوزراء، وكذلك بالمقابل الحفاظ على الشعب العراقي والأمان والاستقرار كان ومع أولوية. ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في دراستها لخيارات الرد هي تدرس ضرب وكلاء إيران في المنطقة، لو حدث لا سمح الله وجهت القوات الأمريكية ضربة داخل العراق للفصائل المتواجدة في العراق، كيف سيكون موقف العراق؟ يعني لكل حادث حديث، لكل حادث حديث، من المبكر الكلام عن هذا الموضوع. البعض يقول بأنه ستتوقف المحادثات العسكرية بين بغداد وواشنطن لو قصفت الولايات المتحدة أهداف في العراق، ما هو تعليقك؟ وأنا قلت للست ضحى لكل حادث حديث، ولكن هذه الحوارات يعني ليس لدى العراق هذا التخوف باعتقادك دكتور حسين الدولي. يعني الكل ينظر ويراعي ظروف العراق وظروف الدولة العراقية وظروف كذلك بالمقابل بالمنطقة، وبالتالي الحوار الاستراتيجي الذي انطلق بعد قرار إنهاء مهام التحالف الدولي كان هو نقطة فعالة لجهود الحكومة العراقية بإقناع دول التحالف الدولي من أن العراق هو ليس في لحظة سقوط الموصل، وإنما العراق في لحظة انتصار ما بعد مرحلة سقوط الموصل، وبالتالي العودة إلى العلاقات الطبيعية ما بين العراق ودول التحالف الدولي هو كانت الاستجابة الكبيرة، ولذلك علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول التحالف الدولي من الدول الأوروبية أو كذلك الدول 84 المنضوية في التحالف الدولي هي علاقات مستمرة. وفي الأمس لاحظنا أن مجلس الوزراء قد وافق يعني على تمثيل سيد وزير الخارجية العراقي للحكومة العراقية بالتوقيع كذلك باتجاه اتفاقية شراكة مع المملكة المتحدة وغيرها حقيقة من
الدول، وهذا هو نهج رئيس الوزراء في العودة للعلاقات الثنائية سواء السياسية والاقتصادية وكذلك الدفاعية، وبالتالي منظومة التحالف الدولي التي شكلت على مدى 10 سنوات قد انتهت المهمة الأساسية لها وهي محاربة التنظيم الإرهابي داعش، وستنتقل إلى علاقات ثنائية، وهذه العلاقات الثنائية تبني وتطور وتساعد القوات المسلحة العراقية في مجال التدريب وبناء القدرات. نعم دكتور محمد صالح صادق حيان، هل إيران يعني واحدة من الخيارات هي أن تستهدف الولايات المتحدة وكلاء إيران في المنطقة، هل إيران تستطيع أن تتحمل تدمير كبير لوكلائها الذين يواجهون خطر التدمير بالتزامن يعني في لبنان، في سوريا، في اليمن، في غزة؟ هل تستطيع إيران أن تتحمل هذا الرد إذا فعلا ما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف وكلاء إيران في المنطقة؟ يعني دعيني أشير إلى أن هناك وضع متأزم جدا في كل المنطقة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. يجب علينا أن نتذكر بأن بؤرة التوتر في هذه المنطقة ليست العراق وليس إيران وليس اليمن وليس لبنان، بؤرة التوتر في غزة. استمرار هذا العدوان أكثر من 110 أيام من قتل المدنيين والأبرياء والأطفال والنساء في غزة، لم تتحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها نتنياهو. هو قال بأن الحرب سوف تستمر أكثر من 6 أشهر، وبالتالي ما الذي يريد أن يعمله مع 2,400,000 فلسطيني موجودين في غزة؟ هل يريد أن يقضي على حركة حماس من خلال جثث الأطفال، جثث النساء والمدنيين؟ هذا هو النقطة المركزية في هذه التطورات وفي هذا التوتر في المنطقة. وبالتالي عندما نتحدث نحن عن فصائل مقاومة موجودة ضد الكيان الإسرائيلي، نحن نتحدث عن قتل أبرياء. هذه الفصائل كانت تسدد ضربات لقواعد أمريكية قبل الحرب على غزة. المشكلة أن الولايات المتحدة قرأت هذه الفصائل. أنا لا أريد أن أدافع عن الفصائل، الفصائل هي تدافع عن نفسها وتتخذ الموقف الذي تراه مناسبا، لكن المشكلة عندما تتخذ الإدارة الأمريكية والجانب الأمريكي يتخذ ويتبنى الرواية الإسرائيلية التي رسمها نتنياهو، هذه هي المشكلة. أنا أعتقد بأن الآن نحن عشية جولة جديدة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة. يجب أن نتوقع ونأمل أن تكون هذه الجولة ونتائج هذه الجولة أفضل من نتائج الجولات السابقة، وأن يتم الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف العدوان على غزة، من أجل رؤية هدوء أكثر، استقرار أكثر، تعزيز المصالح الوطنية في كل مناطق الشرق الأوسط. وإلا هذه الخيارات الثلاثة التي ذكرتيها والتي ذكرت في آلية الرد الأمريكي على إيران، سواء ضرب في داخل إيران أو خارج إيران أو الفصائل، أنا لا أعتقد بأن مثل هذه الردود الأفعال الأمريكية سوف تحقق الأمن والاستقرار، سوف لن تخفض التوتر في المنطقة. طيب دعني أذهب بهذه النقطة للأستاذ إيمان أمين الكاتب. إذا سمحتي لي ضحى، تفضل سريعا لأن الوقت مهم. تفضل. نعم. عملية مهاجمة إيران في داخل الأراضي الإيرانية أو مهاجمة إيران في خارج الأراضي الإيرانية أو محور المقاومة لن ينهي التوتر، هذا يزيد من التوتر أكثر، وبالتالي مهاجمة إيران في نهاية المطاف ليست نزهة يقوم بها أحد من أجل مهاجمة نقاط في داخل الأراضي الإيرانية، وأنا لا أعتقد بأن الأمر سوف يكون نزهة بسيطة بهذا الشكل. لن ينهي التوتر بهذه النقطة. أدب للأستاذ إيميل أمير للرد عليها. وأيضا هل الولايات المتحدة قادرة على فتح جبهة قتالية جديدة في الشرق الأوسط في هذا التوقيت؟ وهناك دوافع للحظر الأمريكي، ما هي في أن لا يوسع نطاق الصراع؟ دعاء، هناك فارق بين قادرة وراغبة. من ناحية المقدرة نعم، الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية الأمن القومي الأمريكي البنتاغون تستطيع أن تحارب حربين كبيرتين في ذات الوقت، لكن السؤال المهم هل هي راغبة بالفعل؟ أشك في هذا التوقيت، لأنه لدينا يعني فخاخ منصوبة للنفوذ الأمريكي للهيمنة الأمريكية تأتت من إشكالية فرط الامتداد الإمبراطوري. الامتداد حاليا موجود في أوكرانيا في مواجهة روسيا، موجود في منطقة الإندو باسيفيك
المحيط الهادي، موجودة بالقرب من الصين. الصين اليوم تقول أنه يعني جيد أن تحمل العسكرية الأمريكية عصاها وترحل من منطقة تايوان. هناك إشكاليات عديدة، لا تريد أن تفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط، بحر الأحمر، لا سيما مرة أخرى في عام الانتخابات الرئاسية. لكن بالنهاية هذا لا يمنع أننا سنرى ردود أمريكية قوية، لأن الهيبة والنفوذ الأمريكيين يعني تعرض لصفعة قاسية. شكرا جزيلا لكم الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيميل أمين، كنت معنا من القاهرة. من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، شكرا جزيلا. أيضا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، شكرا جزيلا لكم. في استوديو الحدث لكن بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر من آثار إنسانية وخيمة على غزة بعد تعليق تمويل الأونروا، وتؤكد استحالة استبدالها بمنظمة أخرى. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. بكم. اتهمت إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. قال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان مسجل أن الأونروا هي واجهة لحماس، وهي مخترقة بثلاثة طرق رئيسية، وهي توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة على حد قوله، مضيفا أن 10% من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حماس أو الجهاد. كانت إسرائيل لقد اتهمت الأسبوع الماضي عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، ما تبعه تعليق كثير من الدول تمويلها الذي تقدمه للوكالة. بينما أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا. UNRWA is a front for Hamas.
الأونروا هي واجهة لحماس، لقد تم اختراقها بشكل أساسي بثلاث طرق رئيسية، وهي توظيف الإرهابيين على نطاق واسع والسماح باستخدام بنيتها التحتية في أنشطة حماس العسكرية، والاعتماد على حماس لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إنها ليست منظمة محايدة، لقد اختطفتها حماس، وهي الآلية التي تستخدمها لغسل دعايتها ونقاط حوارها للعالم. في المقابل، شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك على ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأونروا، نافيا أن تكون إسرائيل قد تطرقت لأي مخاوف حول بعض موظفي الوكالة عندما شاركت قائمة بأسمائهم في وقت سابق. Every year, UNRWA shares its list of staff. كل عام تقوم الأونروا بمشاركة قائمة موظفيها مع البلدان المضيفة التي تعمل فيها، أليس كذلك؟ إذن تعمل الأونروا في الأردن ولبنان وفي سوريا، وبالنسبة للعمل الذي تقوم به في غزة والضفة الغربية، فإن الأونروا تبعث قائمة موظفيها للسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوى المحتلة لتلك المناطق. وكما تم إبلاغي من الأونروا، فلم يتم إثارة تلك المخاوف عندما تم إرسال قائمة الموظفين. ليس هناك بديل عن الدور الإنساني الذي يتم لعبه في غزة، ونحتاج جميعا لتكثيف الجهود نظرا لحجم الاحتياجات وحجم الأزمة وتعقيداتها، لكن لا يوجد بديل. لا يمكن بأي طريقة أن تحل أي منظمة أو تقوم بالعمل الهائل الذي تقوم به الأونروا ومعرفتها بالسكان في غزة. نحن نعلم أن قلب الأمين العام للأمم المتحدة في المكان المناسب عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الأونروا ومساعدة الشعب الفلسطيني، خاصة إلى أولئك الذين يعيشون أوقاتاً صعبة في قطاع غزة. نحن نقدر ذلك. هناك تقارير عن مزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها أعضاء في الأمم المتحدة في أفريقيا، وأقصد هنا أنه لم يتم تأجيل المساعدات لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة. لذا أتساءل لماذا يتم استخدام معيار مختلف مع الأونروا، فإن الأونروا مثال ساطع على نجاح الأمم المتحدة. هذا وطالب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وكالة أونروا بإجراء تغييرات جوهرية قبل استئناف تمويلها الذي أوقفته واشنطن بعد الاتهامات الإسرائيلية. قال غرينفيلد إن بلادها بحاجة لإعادة النظر في أنشطة الوكالة وكيفية عملها في غزة وإدارتها لموظفيها وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية على حد قولها. أعلم أن هناك حاجة إلى رؤية تغييرات جوهرية قبل استئناف التمويل المباشر لأونروا، وكما تعلمون لا ينبغي أن يتسبب ذلك بتعطيل العمل العظيم الذي تقوم به أونروا. لقد لعبت أونروا دورا أساسيا في الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وأونروا هي المنظمة الوحيدة على الأرض التي لديها القدرة على الاستمرار بتقديم الدعم، وموظفوها قاموا بعمل استثنائي وأنقذوا آلاف الأرواح. لكن للأسف أثارت المعلومات حول أونروا الشكوك، لكن دعوني أقولها بوضوح، لا يجب أن نسمح لهذه الأنباء بتقويض الجهود التي تقوم بها أونروا في تقديم المساعدات الحيوية. في الأثناء، أفاد موقع أكسيوس بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأمريكي ناقشوا مع المسؤول الإسرائيلي إلعاد جيران بدائل لتحل محل وكالة الأونروا للعمل الإغاثي داخل غزة. أضاف الموقع الأمريكي نقلا عن مشرعين أن المسؤول الإسرائيلي اقترح 6 بدائل، من بينها اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة. من عمان تنضم إلينا المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بالتأكيد أبدأ معك من هذه
يعني التصريحات والاتهامات من قبل إسرائيل لكم بدعم حماس أو سماح لحركة حماس باستخدام بناكم التحتية في قطاع غزة في أعمال حماس العسكرية. ما ردكم على ذلك وكيف ستعملون في غزة بعد أن أوقفت كثير من الدول للمساعدات التي كانت تقدم لكم والأموال؟ نعم، سيكون من الصعب جدا على الأونروا أن تكمل مشوارها في غزة خلال هذه الحرب الطاحنة في عملها المنقذ للأرواح وفي عملها المساند لجميع من تهجر من بيته. ونتحدث هنا عن 1.7 مليون شخص من أصل 2.2 مليون. سيكون من الصعب جدا على الأونروا وهي الوكالة الإغاثية الأكبر العاملة حاليا في غزة، سواء من خلال ملاجئها أو تقديم الطعام أو تقديم الخدمات الصحية، لن تستطيع أن تستمر في مهماتها في ظل هذا التجميد للمساهمات المالية من قبل اليوم 15 من شركائنا الأكبر، إلا إذا تقدم إلى مساندتنا تقدمت بعض الدول الأخرى لمساندتنا، كما حصل في السابق حين توقفت الإدارة الأمريكية السابقة عن مساندة الأونروا في 2018، وتقدمت 42 دولة ومؤسسة على رأسها بعض الدول العربية. نعم. فأنقذت أونروا. طيب أنتم الآن هل تشاركون دائما القائمة بأسماء العاملين بالأونروا؟ لمن يعني تعطون هذه القوائم والأسماء؟ نحن نعطي قوائم جميع من يعمل في مكاتبنا في كل البلاد التي نعمل بها إلى السلطات المحلية، يعني نشاركها مع الحكومة وننتظر من الحكومات أن ترد علينا إن كان لديها أي قلق بالنسبة لبعض الأسماء. فبالتالي نحن نشارك لائحة جميع موظفينا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة مع السلطات الإسرائيلية، تماماً كما نشارك لائحة الموظفين في الأردن في لبنان وفي سوريا. هل سبق أن تحفظت إسرائيل على أي من هذه الأسماء؟ لم تتحفظ إسرائيل على الأسماء في اللائحة، لكن سبق وسمعنا مزاعم واتهامات. نأخذ كل منها على محمل الجد، نحقق في كل منها ولنتأكد عدم تورط أي من موظفينا في أي منطقة من مناطق عملياتنا بأي عمل يخالف المبادئ الإنسانية ومبادئ الأمم المتحدة. الآن ما الذي تقومون به يعني حتى هذه الدول التي علقت تمويلها لكم أن تعيد مرة أخرى التمويل أو تستمر بالتمويل؟ يعني كيف تثبتون لها لهذه الدول بأنها حماس لا تستخدم البنية التحتية الخاصة بكم، المنشآت الخاصة بكم في غزة؟ أهم شيء أن نثبت لجميع الدول التي علقت مساهماتها للأونروا أنه كما قالت المنسقة العليا للعمليات الإنسانية سيغريد كاخ، لا بديل عن الأونروا اليوم كمنظمة إنسانية في غزة. حجمنا وعدد موظفينا 13 ألف موظف، يعمل منهم حاليا حوالي 3 آلاف ممن أيضا هجروا وفقدوا مساكنهم يعملون اليوم في غزة، لا توجد منظمة أخرى بإمكانها أن تقوم بهذا العمل. نحن نقوم بالاستطلاع داخل كل المراكز التابعة لنا كل 3 أشهر لنتأكد أنها فقط تستخدم لغايات إنسانية. ما نقوله لهذه الدول هو بعض مرافقنا في غزة لم نعد مسؤولين عنها لأننا لم نعد موجودين مثلا في شمال القطاع، فإن كانت هناك مزاعم على بعض مرافق الأونروا التي لم نعد نسيطر عليها فهذه ليست مسؤوليتنا اليوم طالما لم يعد لدينا موظفون فيها، ونحن نبلغ السلطات الإسرائيلية. طيب. في كل مرة نخرج فيها من منشأة. هل ستقومون بإجراء تغييرات جوهرية كما طلبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؟ وما نوع هذه التغييرات والإجراءات التي يمكن أن تتخذونها؟ أول شيء قمنا به هو فصل هؤلاء الموظفين المزعوم انخراطهم بعمليات 7 أكتوبر حتى قبل البدء بتحقيق، ثم تحويل التحقيق لأعلى سلطة تحقيقية في الأمم المتحدة في نيويورك. أما عن التغييرات الكبرى فالآن هو وقت الاستمرار بالعمليات الإنسانية الطارئة مع مراجعة لطريقة عملنا ومع مراجعة هل لدينا ما يكفي من التحصينات لنتأكد عدم انخراط أو اطلاع أي من موظفينا في عمل لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
نحن نجري هذا النوع من التحقيقات في كل وقت، ولدينا أصلا شهادات يعني جدا إيجابية من البنك الدولي ومن المجلس البريطاني ومن بعض مراكز الأبحاث الأوروبية. نحن نقوم بهذا النوع من المراجعة كل سنة لنتأكد من حسن قواعدنا الداخلية. كيف كان رد الدول بعد ذلك، بعد فصلكم لهذه الأسماء التي تقولين بأنه يعني عليها علامات استفهام؟ كيف كان رد الدول التي علقت مساعداتها لكم؟ يعني هي علقت مساعداتها كرد على ما حدث، ونحن نستمر بالتواصل على أعلى مستوى مع الحكومات التي أخذت هذا القرار لنقول لهم ها نحن منخرطون في عمليات مراجعة، وها هو التحقيق على أعلى مستوى أشار الأمين العام للأمم المتحدة إليه في اجتماعه بالأمس مع ممثلي الدول المانحة. لذلك نحن نبذل كل ما في جهدنا للاستمرار بالكشف عن الحقائق حتى نستطيع أن نستمر بعملياتنا في غزة وفي المنطقة. شكرا جزيلا لك يا المتحدثة باسم الأونروا تمارا الرفاعي، كنت معنا من عمان. ميدانيا تشهد مدينة خان يونس قتالا عنيفا ومعارك مستمرة على الأرض بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس. أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن غارات وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف مناطق شمال قطاع غزة، حيث طال القصف مستشفى العودة في حي تل الزعتر. كما أكد المركز الفلسطيني للإعلام أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت كذلك مخيم النصيرات وسط القطاع. أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 125 شخص منذ الأمس وحتى صباح اليوم. من جانب آخر، كشفت صحيفة جيروسلم بوست اليوم عن مقتل 3 من عناصر الجيش الإسرائيلي في معارك بشمال قطاع غزة وجنوبه. من رفح جنوب قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة أهلا بك معنا. إذن قتال عنيف ومعارك مستمرة على الأرض في خان يونس، ما التفاصيل؟ التفاصيل هي مزيد من الغارات الإسرائيلية التي شنت في الساعات الأخيرة على محافظة خان يونس، أبرزها قنص لأحد ضباط الأمن التابعين لمركز الأمن التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أرداه قتيلا. هذا كان بشكل مباشر من قبل قناصة، إضافة على عدد من الغارات الأخرى التي سجلت في الساعات الأخيرة من قبل المدفعيات تحديدا، التي أطلقت مجموعة من قذائفها تجاه المواطنين وفي محيط المستشفيات، والتي ما زالت تلك المناطق هي تعتبر مناطق قتال عنيفة للغاية في ظل الاشتباك المباشر مع الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. محاصرة المستشفيات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة تحديدا في محافظة خان يونس، والتي تشهد قتالا عنيفا منذ أيام توقفت فيها الخدمات الطبية نتيجة لهذا القتال. بطبيعة الحال هناك تأثر واضح خاصة مع نقص الوقود الحاد، والذي أنذرت به إدارة هذه المستشفيات عن إمكانية توقف الخدمات الطبية في ظل نقص الوقود والمستلزمات الطبية وأيضا استمرارية العمليات العسكرية في محيطها، والتي يبدو أن الجيش الإسرائيلي يركز على هذه المستشفيات والمراكز الصحية بطبيعة الحال. إضافة أيضا على عدد من الغارات التي استهدفت شارع صلاح الدين منطقة المغراقة تحديدا، استهدفت عربة كانت تقل مجموعة من المواطنين، أسفرت عن وقوع 3 ضحايا، إضافة على غارات استهدفت مخيم النصيرات إحداها لمسجد والأخرى لمدرسة العروبة، وهي مدرسة ثانوية تابعة للبنات كانت تملك عدد من النازحين، وهناك حديث عن عدد من الإصابات والضحايا في تلك المنطقة. ما زالت الاشتباكات محتدمة في منطقة محافظة غزة، والتي تشهد التصعيد الأكبر في هذه الساعات الأخيرة تحديدا في المحاور الغربية الشمالية والجنوبية الغربية من محافظة غزة. عدد من الغارات أيضا شنت في مناطق شمال غزة والمناطق الشرقية منها. أيضا حول ماذا يحدث في رفح جنوب قطاع غزة، وإلى أي مدى هناك
تخوف أن يصل القتال والقصف إلى تلك المنطقة حيث أنت؟ ما يحدث هي أن هذه المنطقة هي الوجهة الأخيرة للفلسطينيين تحديدا، هي أقصى جنوب قطاع غزة، هي تقع ما بين حدود قطاع غزة وما بين مصر تحديدا، وبالتالي هي الوجهة الأخيرة للفلسطينيين. الآن هذه المنطقة التي كانت تملك من 300 إلى 400 ألف نسمة فقط، الآن تملك أكثر من 1.5 مليون نسمة من الفلسطينيين، جلهم نازحين، وبالتالي كلهم يعيشون في العراء وفي خيام بلاستيكية بسيطة للغاية وفي ظروف إنسانية صعبة جدا. هناك تخوفات حقيقية من إمكانية أن يصل هنا العمليات العسكرية البرية، خاصة مع تصريحات للجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن أن العملية العسكرية ستصل لربما رفح ودير البلح تحديدا. وبالتالي السؤال الأهم لدى المواطنين الفلسطينيين هي إلى أين سيتوجه بعد هذه الوجهة الأخيرة. إذا إسرائيل ربما تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى منطقة سيناء، وهذا الأمر بطبيعة الحال مرفوض بشكل كلي لدى الفلسطينيين، خاصة أنهم قد فقدوا كافة مقدراتهم في قطاع غزة، ولديهم ما زال هناك بصيص أمل في إمكانية العودة إلى منازلهم والعودة للبحث عن ممتلكاتهم أو ما تبقى منها، بالإضافة إلى تخوفهم من شن غارات كثيفة في هذه المناطق، الأمر الذي سيكون حصيلته كارثية في أعداد الضحايا والإصابات بطبيعة الحال. نعود إليك دائما في كل جديد خولة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي، شكرا جزيلا. في مسألة الاتفاق المحتمل الذي يجرى التباحث حوله، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس داخل قطاع غزة سيتم خلال فترة توقف للقتال مدتها 6 أسابيع. يتضمن الاقتراح إطلاق سراح السجناء بمعدل 3 أسرى لكل رهينة، وإعادة تموضع مؤقت للقوات الإسرائيلية بعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى القطاع. وفق واشنطن بوست، أشار المسؤولون إلى أن المباحثات لا تزال في مراحل مبكرة، وأن أي اتفاق فعلي سيستغرق وقتا. كشفت مصادر مصرية لرويترز أن قطر ومصر والأردن ستضمن التزام حماس بأي اتفاق محتمل، بينما ستفعل الولايات المتحدة وفرنسا الأمر نفسه مع الجانب الإسرائيلي. بينما كشف مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها شبكة ABC أنه لا يجب أخذ أي من التصريحات العلنية المتعلقة بالمحادثات بشأن اتفاق تبادل المحتجزين في غزة على محمل الجد. أوضح المسؤول الأمريكي أن العديد من التصريحات ترقى إلى مستوى المواقف ولا تعكس المحادثات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، مقرا في الوقت ذاته بوجود بعض العقبات في المحادثات. في ظل استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لا زال سكان ولاية سنار يتمسكون بأسطورة النجاة القديمة، وهي أن مدينتهم ستظل محمية بما يعتقد أنها كرامة الصالحين من رجال الدين والطرق الصوفية. فوسفور الأبيض استعمله العدو، حرق في مناطق حرجية واسعة، حرق في كروم زيتون وحرق في كروم فاكهة. في مناطق وزارة الزراعة وزارة البيئة مؤخرا أخذت عينات من 8 مواقع طلع فيها نسبة تلوث بالفوسفور، بس ولكن هيدا الشيء ما بيعني إنه هيدا الصورة الكاملة. اليوم بالمناطق اللي هي قريبة للحدود في بعض المزارع، في كتير من المزارع سواء كان حمضيات أو موز، أصحابها ما عم يسترجوا يفوتوا يقطفوا الإنتاج لأنه بيخافوا يكونوا هدف. لأنه وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة سنار صباح اليوم، وذلك ضمن زياراته وتفقده للمناطق العسكرية. كان البرهان زار أمس الفرقة 11 مشاه بخشم القربة، يشار إلى أن مدينة سنار متاخمة لولاية الجزيرة حيث توجد قوات الدعم السريع وتشهد عمليات قتال عنيفة على تخومها. وصل رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان إلى مدينة سنار المحادية لولاية الجزيرة، كان في استقباله عدد من الضباط قبل أن يقوم بجولة في أرجاء المدينة، حيث تجمع حوله السكان مرددين هتافات ترحيب.
معكم على رأس الساعة. إلى اللقاء. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. On my orders, the United States military has begun strikes. I took the opportunity to ask him that was there any plan to balkanize Afghanistan. He flatly rejected. هل كان كرزاي الحاكم الفعلي لأفغانستان؟ He said Taliban no more. They don't exist. And if they exist, we will wipe them out. وزير الداخلية الأفغاني الأسبق محمد عمر داود زاي. Saying that the successor to Mullah Omar should be a Pashtun and should be from Kandahar. هل فعلا لو سلم الملا عمر بن لادن لما كانت أمريكا اجتاحت أفغانستان؟ الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان.
الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن استوديو الحدث. أحييكم مشاهدينا من جديد في استوديو الحدث في ساعتي الثانية وإلى أبرز العناوين. Throughout our history, it's ripped this nation apart. 3 خيارات أمام بايدن للرد على استهداف القوات الأمريكية لا تستثني الداخل الإيراني. طهران تحذر وتنفي مسؤوليتها عن تصرفات الفصائل. باستثناء الحوثيين وبعد العراق، إيران توعز لفصائلها في سوريا بوقف الهجمات على الأمريكيين. بوريل يحدد 17 فبراير لبدء المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ويؤكد عدم مساهمتها في عمليات ضد الحوثيين. الأمم المتحدة تحذر من أثار إنسانية وخيمة على غزة بعد تعليق تمويل الأونروا وتؤكد استحالة استبدالها بمنظمة أخرى. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور لها على منصة أكس إسقاط المدمرة غريفلي صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باتجاه دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. أعلن الحوثيون من جانبهم إطلاق عدة صواريخ على السفينة الحربية الأمريكية غريفلي، أكد وفق ما نقل تلفزيون المسيرة أنهم مستمرون باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية. قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن المهمة البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ستنطلق في 17 فبراير. أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيقرر اليوم حجم الأسطول والدولة القائدة ومركز القادة ونقطة الدعم اللوجستي. بوريل أشار إلى أن المهمة تأتي استجابة لطلب تقدم به شركات الشحن لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. لفت المسؤول الأوروبي إلى أن مهمة الأسطول البحري تمثل في مواجهة الاعتداءات الحوثيين وحماية السفن التجارية ولن يساهم في أي عملية ضد الحوثيين داخل اليمن. من القاهرة انضم إلينا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة. أهلا بك معنا دائما على الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك، في الوقت الذي تقول فيه فصائل حزب الله العراقي بأنها لن تستهدف القوات الأمريكية حتى وإن تم استهدافها من الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا في وقت يتم الحديث عن إيعاز إيران لفصائلها ووكلائها في المنطقة بوقف الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية، تقول ميليشيا الحوثي بأنها مستمرة باستهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية، ما الذي يعنيه ذلك؟ صباح الخير لحضرتك أستاذة ضحى وللسادة المتابعين جميعا. يعني أعتقد أن الأيام السابقة كان هناك ترتيب إيراني لمجموعة الأذرع وشكل من أشكال توزيع المهام. الأمر الأكثر دقة والأكثر حساسية بالنسبة لإيران هو محيط كل من سوريا والعراق وربما حدود الأردن بعد هذه العملية الأخيرة.
هذه المساحة وهذا النطاق الجغرافي أعتقد أنه له طبيعة خاصة. بدأت طهران توعز إلى هذه الفصائل بأن تكون أكثر انضباطا، أن تخرج بتصريحات إعلامية كما تابعنا مساء الأمس من حزب الله العراقي وهو يصرح بأنه لن يصعد وينزع المسؤولية عن طهران ويرفع الحرج عن الحكومة العراقية كما جاء في تصريحاته. الأمر دقيق للغاية وبالغ الأهمية والخطورة بالنسبة لإيران لاستشعارها بأن هناك ردا أمريكيا وشيكا قادما في هذا النطاق الجغرافي. لكن على المستوى الأبعد وهو الذراع الحوثية، أظن أن لها مهمة أخرى وهو إطالة أمد المناوشات وإطالة أمد إنتاج الخطر والتهديدات بحق الملاحة البحرية وبحق الأسطول والوحدات العسكرية الأمريكية والبريطانية على السواء. سيادة العميد خالد عكاشة، ونحن كنا يعني تابعنا وناقشنا معك هذه النقطة سابقا، حينما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات لميليشيا الحوثي في اليمن، قال الرئيس بايدن بأنه وجه رسالة إلى إيران، وبالتالي إذا كانت إيران فعلا تخشى ضربة قوية ورد فعل قوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تقوم بإعاز فصائلها لكن هذا الفصيل بالتحديد، إما أنها لا تتركه يعمل بشكل مختلف عن الباقين، أو أن هذا الفصيل ربما خرج عن طوع إيران؟ يعني لا يمكن الحديث عن أن الذراع الحوثية خرجت عن طوع إيران بقدر ما يمكن تفهم أن إيران تريد أن تحتفظ ببعض الأوراق لنفسها. لو أنها يعني تقوم بتوجيه تعليمات بالانضباط أو بشكل من أشكال تقييد الحركة بالنسبة للفصائل الموجودة في سوريا والعراق، نجد أن هناك سيناريو آخر وأجندة عمل أخرى خاصة بحزب الله في لبنان على سبيل المثال. وهنا نحن نتحدث عن حالة صمت كاملة وحالة تقييد كامل لأعمال جبهة جنوب لبنان بحق إسرائيل، والرغبة في عدم تدخل حزب الله واستعمال هذه الذراع القوية والفاعلة والمؤثرة والتي لها مكانة خاصة لدى طهران. على ذات الشاكلة تريد طهران أن تحتفظ بالذراع الحوثية حرة الحركة قليلا، قادرة على ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة وبريطانيا، قادرة أيضا على إرسال رسائل بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على ضربة قوية أو مؤثرة بحق طهران. هو نوع من أنواع توزيع الأدوار ما بين هذه الأذرع بعضها وبعض، ليس الأمر تعليمات شاملة وكاملة تشمل كل الفصائل، لكل فصيل طبيعة خاصة ونطاق جغرافي يعمل من خلاله، وتريد طهران أن تستمر في إنتاج هذه المخاطر بحق الملاحة البحرية وبحق وحدات عسكرية، كما أشير في بداية هذا الخبر بأن قطعة عسكرية بحرية أمريكية تعرضت بالفعل إلى استهداف بواسطة صاروخ كروز. أيضا في مستفيد من وجودك معنا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يقول بأن المهمة البحرية في البحر الأحمر ستنطلق في 17 فبراير، هذا بالإضافة يعني بالإضافة للقوات الأمريكية المتواجدة والتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة الأمريكية. هل فعلا يبقى السؤال، يعني هل فعلا سيردع ذلك الفصائل الحوثية؟ يعني أعتقد هذه المهمة وبهذا الطرح الأولي كما تابعنا جميعا بأنها هي مهام لتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا النطاق، نطاق البحر الأحمر وخليج عدن، والطبيعة الدفاعية التي يؤكد عليها جوزيف بوريل، أظن أننا أمام مهمة غير عملية في أرض الواقع. عملية تأمين مرور السفن عبر وقطع بحرية
بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي لا أظنها ستكون كافية أو رادعة للجانب الحوثي بأي شكل من الأشكال، وهذه تم تجربتها بمعرفة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال الأسابيع الأولى قبل بدء تحويل مسار السفن وشركات الشحن التي أشار إليها جوزيف بوريل بأنها تتكبد الآن خسائر كبيرة للغاية عن بعد أن قامت بتغيير مساراتها البحرية. إن لم يكن هناك جدية وتعامل جدي في مواجهة هذه المهددات الحوثية وجرى تحييدها بشكل كبير واستعادة حرية الملاحة بأمن وبشكل طبيعي، لن يكون هناك رادع. أو إذا كان الاتحاد الأوروبي يمتلك قدرات للضغط السياسي على الحوثي داخليا كي يعود خطوات إلى الخلف ويخرج من هذه المعادلة، ولا أظن أن الاتحاد الأوروبي لديه هذه القدرة على ممارسة ضغوط حقيقية ترضع الحوثي وتخرجه من معادلة الصراع الموجودة والمفتوحة على اتساعها في الإقليم. كيف سترد الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمرت استهدافات ميليشيا الحوثي للملاحة البحرية وأيضا الاتحاد الأوروبي؟ الاتحاد الأوروبي استبق هذه المهمة بقول بأنه لن يهاجم الحوثيين، سيكون فقط بحماية السفن. ولكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن ناقشنا عدة مرات هذه الاضطرابات التي سددتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك؟ إلى أين؟ يعني أعتقد أن ضربات مؤثرة تستند على تقارير استخباراتية حقيقية تعطي للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا معلومات دقيقة حول المناطق التي يتواجد فيها منصات إطلاق الحوثي، ومن ثم نكون أمام ضربات بالفعل تساهم في خصم قدرات الحوثي على إنتاج التهديدات والمخاطر. قبل هذه المحطة لا أظن أن المسألة ستخرج عن المشهد الذي نحن نتابعه على مدار الساعة في الأسابيع الماضية. الاتحاد الأوروبي إن لم يأخذ قرارا حاسما حول مشاركته في عمليات عسكرية، ربما بوحدات إنزال، ربما بوحدات تأمين للسواحل اليمنية بقوات عسكرية، لا أظن هو الآخر سيكون قادرا على عمليات تأمين السفن أو حراستها عبر بوارج أو عبر وحدات وقطع بحرية. لا أظنها ستكون بعيدة هي الأخرى عن استهدافات الحوثي في حال شعر بقدر من التضييق على حرية حركة. شكرا جزيلا لك مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا. مع ترقب رد واشنطن على استهداف قواتها ومصالحها والحديث الأمريكي عن توجيه ضربات محتملة لإيران، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذه قرارا حول كيفية الرد على هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، محملا إيران المسؤولية عن الهجوم لتزويدها المتورطين بالأسلحة. أضاف بايدن في الوقت ذاته أنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، لا يريد حربا أوسع. يأتي ذلك غدا إشارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى عملية انتقامية على مستويات عدة يتم تنفيذها على مراحل. I do hold responsible in the sense of supplying the weapons to the people who did it. We'll have that discussion. I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. على الجانب الإيراني، حذر المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني من أن أي هجوم على إيران أو مصالحها أو مواطنيها في الخارج خط أحمر سيقابل برد حازم. نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة ما يتم تداوله من أنباء حول تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين. المندوب الإيراني أكد كذلك أن في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن بلاده ليست مسؤولة عن تصرفات أي فرد أو مجموعة في المنطقة. شدد على أن الادعاءات حول ضلوع إيران في الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق وسوريا غير مبررة ولا أساس لها من الصحة.
كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قيادة الحرس الثوري الإيراني أوعزت للميليشيات في سوريا ودير الزور تحديدا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في سوريا، وبالتوازي مع ذلك تتواصل حالة الاستنفار القصوى في جميع المواقع التابعة للميليشيات الإيرانية في البادية السورية ودير الزور، تحديدا في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي. للتوتر في المنطقة هذه المرة سمة ملفتة، وهي حرص طهران وواشنطن على تجنب الالتقاء وجها لوجه على الرغم من كل المخاوف من أن تؤدي حرب غزة وتداعياتها إلى جر الولايات المتحدة وإيران إلى قتال مباشر، لكن التصعيد بدأ يأخذ شكلا مختلفا يعيد إلى الأذهان أكبر مواجهة عسكرية بين البلدين حين دمرت إدارة الرئيس رونالد ريغان حوالي نصف البحرية الإيرانية في ثمانيات القرن الماضي. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بأن العملية التي قامت بها الإدارة الأمريكية عام 1988 أغرقت أو أصابت 6 سفن إيرانية مسلحة بالشلل. قد تعرض نصف الأسطول أيضا التشغيلي الإيراني للغرق أو لأضرار بالغة بحسب وصف البحرية الأمريكية، وذلك انتقاما من عملية التلغيم التي ألحقت أضرارا بالسفينة سامويل بي روبرتس. كانت هذه المرة الأولى والوحيدة التي تقصف واشنطن أهداف بشكل مباشر مستهدفة طهران، لكن هذه ليست المرة الوحيدة النادرة للمواجهة المباشرة، فالرئيس الأسبق دونالد ترامب كاد يشعل حربا مباشرة أوقفها في آخر لحظة. سبق وخطط الرئيس السابق دونالد ترامب لشن ضربات مباشرة على إيران في عام 2019، لكنه ألغى بعد ذلك الفكرة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار. يرى مراقبون أخيرا أن توجيه ضربة أمريكية مباشرة إلى الأراضي الإيرانية، وهو ما يدعو إليه بعض الجمهوريين، سيكون أمرا غير مسبوق، لكن لا شك أن طهران وواشنطن تجيدان الرقص جيدا على حافة الهوية. من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، وأيضا إذا أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. بالنسبة لهذه الفصائل السورية والتي يعني حزب الله العراقي مثلا أعلن أنه سيوقف عملياته العسكرية ضد أو رده على القوات الأمريكية حتى لو تم استهدافه، هل برأيك سينسحب ذلك على الفصائل أيضا المتواجدة في سوريا؟ هل ستلتزم بإعازات إيران لها بأن لا تسدد أي ضربات في الوقت الراهن لأي قواعد أمريكية؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. طالما أن أمر العمليات دائما يأتي من طهران للجميع، فأعتقد بأن أمر الإيقاف سيعمم على الجميع وسينسحب على جميع الفصائل العاملة تحت المظلة الإيرانية سواء في العراق أو في سوريا، وما كان انتشارها في هاتين المنطقتين اللتين يمكن أن يكونا محط استهداف للرد الأمريكي المزمع بعد إعلان رئيس بايدن بأنه اتخذ قراره وحدد أهدافه. بالتالي هذه المسألة واضحة بأنها ستكون التزاما، وبصرف النظر عن حيثيات التوجه الذي انطلق منه حزب الله العراقي أو بعض الفصائل التي تحدثت عن نفسها ووضعت مبررات لقرارها بعدم الرد حتى لو تعرضت للضرب، وأيضا أعلنت بأنها ستوقف عملياتها ضد الأهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سواء في سوريا أو في محيطها أو في الأراضي العراقية. لكن اللافت حقيقة في هذا الأمر أن هذا السجال بين الأمريكيين وبين الفصائل، وليس فقط بين إيران كدولة وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لافت حقيقة بأنه وكأنما هناك نوع من التواطؤ بين الطرفين، كل منهما يريد أن يمرر للآخر ما يمكن تمريره مع حفظ ماء الوجه من ناحية،
وكذلك يشير إلى عامل أساسي يصب في البرهنة على هذه الفرضية، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. ليس من المعقول أن لا يكون لديها بنك أهداف مجهز مسبقا للرد على مثل هذه الحادثة التي استهدفت شمال شرق الأردن. وبالتالي هذه الأيام التي تمر وهذا السجال ربما هو إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتناغم مع الجانب الإيراني، ولكن الملفت أن التواصل يحدث عبر وسائل الإعلام والبيانات مع الفصائل التي تستهدف المواقع الأمريكية. لذلك بالنتيجة أعتقد بأن أمر العمليات الذي ينطبق على كل الفصائل التي تعمل تحت الراية الإيرانية للعمل هو ذاته سينطبق على الجميع وسينسحب على الجميع، طالما أن ثمة وقفا الفصائل الحوثية مثلا قامت بتهديدات جديدة بأنها ستستمر في استهداف القواعد في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية. لكن بالنسبة لسوريا، هل تعتقد بأنه إيران لا ترغب في التصعيد في سوريا وبالتالي يمكن أن تلجم الفصائل المتواجدة في سوريا؟ نعم، أعتقد بأن ما يحدث في البحر الأحمر ومن قبل الحوثيين أيضا هو جزء من اللعبة القائمة بأن هذه الجغرافيا في اليمن مختلفة عن الجغرافيا في سوريا وعن العراق. الجبهة السورية والجبهة العراقية الآن لا بد من القول بأنها مرتبطة بشكل مباشر مع أحداث غزة، وكذلك العنوان الرئيسي لهذه الاستهدافات التي تحدث من قبل المقاومة الإسلامية العراقية للمواقع الأمريكية في سوريا وفي العراق أحيانا هي ارتباطا بأحداث غزة، وتتبنى ذلك بالقول بأنها ردا على المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. لذلك هذه الساحة هي ساحة قابلة للتفجر والتفجير في أي لحظة. مع مرور الأيام على أحداث غزة بدأ واضحا بأن إمكانية ضبط هذه الساحة وارد جدا من خلال عاملين. العامل الأول هو الأمريكي أساسا الذي سعى وعمل اقتصاديا وسياسيا وميدانيا وعسكريا مع الجانب الإسرائيلي لمنع الانزلاق إلى جبهة مفتوحة رغم كل الاستفزازات التي تقوم بها إسرائيل سواء ضد حزب الله أو على الأراضي السورية والعراقية. والعامل الآخر هو عامل أيضا مرتبط بحسابات المصالح في المنطقة وتحديدا في سوريا وجوارها العراق والرؤية الإيرانية إلى هذه المصالح هذه المرة من زاوية مصالحها الخاصة أيضا، فهي لا تريد أن يكون هناك اتساع للحرب لأن مصالحها في المنطقة تحديدا في سوريا وفي العراق وفي جنوب لبنان باتت أبعد من أن تتهور وتذهب باتجاه مواجهة. الأمريكيون موجودون في البحر المتوسط بأساطيلهم وأسلحتهم، وبالتالي ربما يكون الثمن باهظا وربما تكون الخسائر ليست فقط على المستوى الميداني والعتاد ستتعدى ذلك أعتقد، وهذه حساباتهم كما أعتقد أن ستتعدى حساباتهم حسابات إلى أن المشروع ما هي حسابات دمشق؟ نعم، دعنا نعود مرة جديدة لسوريا وما المتوقع أن يحدث فيها. الولايات المتحدة الأمريكية قالت بأنها سترد ربما واحدة من الخيارات سترد على وكلاء إيران في المنطقة منها ربما سوريا. لا أستبعد أن يكون هناك استهداف للتموضع الفصائل الإيرانية أو للإيرانيين أو حتى للفصائل التي تعمل تحت المظلة الإيرانية في سوريا، ذلك أن الانتشار الإيراني في سوريا بكل مستوياته بات واضحا ومكشوفا وهو غير مخفي على كل المستويات سواء على المستوى الرسمي، وتابعنا خلال الفترة الماضية كيف أن الاستهدافات الإسرائيلية كانت تطال قادة في الحرس الثوري الإيراني في قلب العاصمة السورية دمشق، ولذلك ربما يكون هناك استهداف وهذا ليس مستبعد لأنه لا أعتقد أن تقتصر الولايات المتحدة الأمريكية في عملياتها المقبلة التي أعلنت عنها أنها ستكون وشيكة، لا أستبعد أن تكون المواقع الإيرانية في سوريا هدفا لمثل هذه الاستهدافات. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، كنت معنا من دمشق. في استوديو الحدث أيضا، لكن بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر من آثار إنسانية وخيمة على غزة بعد تعليق تمويل الأونروا وتؤكد استحالة استبدالها بمنظمة أخرى.
لكل حدث رواية. الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات. وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة، يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم. اتهمت إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بأن سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. قال المتحدث باسم الحكومة إيلان ليفي في بيان مسجل إن الأونروا هي واجهة لحماس وهي مخترقة بثلاثة طرق رئيسية، وهي توظيف إرهابيين على نطاق واسع والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة، على حد قوله، مضيفا أن 10% من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حماس أو الجهاد. كانت إسرائيل قد اتهمت الأسبوع الماضي عددا من موظفي الأونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر، ما تبعه تعليق كثير من الدول تمويلها الذي تقدمه للوكالة. بينما أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا. الأونروا هي واجهة لحماس، لقد تم اختراقها بشكل أساسي بثلاث طرق رئيسية، وهي توظيف الإرهابيين على نطاق واسع والسماح باستخدام بنيتها التحتية في أنشطة حماس العسكرية والاعتماد على حماس لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إنها ليست منظمة محايدة، لقد اختطفتها حماس، وهي الآلية التي تستخدمها لغسل دعايتها ونقاط حوارها للعالم. في المقابل، شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك على ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأونروا، نافيا أن تكون إسرائيل قد تطرقت لأي مخاوف حول بعض موظفي الوكالة عندما شاركت قائمة بأسمائهم في وقت سابق. Every year, UNRWA shares its list of staff. كل عام تقوم الأونروا بمشاركة قائمة موظفيها مع البلدان المضيفة التي تعمل فيها، أليس كذلك؟ إذن تعمل الأونروا في الأردن ولبنان وفي سوريا، وبالنسبة للعمل الذي تقوم به في غزة والضفة الغربية، فإن الأونروا تبعث قائمة موظفيها للسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوى المحتلة لتلك المناطق. وكما تم إبلاغي من الأونروا، فلم يتم إثارة تلك المخاوف عندما تم إرسال قائمة الموظفين. ليس هناك بديل عن الدور الإنساني الذي يتم لعبه في غزة، ونحتاج جميعا لتكثيف الجهود نظرا لحجم الاحتياجات وحجم الأزمة وتعقيداتها، لكن لا يوجد بديل. لا يمكن بأي طريقة أن تحل أي منظمة أو تقوم بالعمل الهائل الذي تقوم به الأونروا ومعرفتها بالسكان في غزة.
نحن نعلم أن قلب الأمين العام للأمم المتحدة في المكان المناسب عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الأونروا ومساعدة الشعب الفلسطيني، خاصة إلى أولئك الذين يعيشون أوقاتا صعبة في قطاع غزة. نحن نقدر ذلك. هناك تقارير عن مزاعم انتهاكات جنسية ارتكبها أعضاء في الأمم المتحدة في أفريقيا، وأقصد هنا أنه لم يتم تأجيل المساعدات لقوات السلام التابعة للأمم المتحدة. لذا أتساءل لماذا يتم استخدام معيار مختلف مع الأونروا، فإن الأونروا مثال ساطع على نجاح الأمم المتحدة. هذا وطالب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وكالة أونروا بإجراء تغييرات جوهرية قبل استئناف تمويلها الذي أوقفته واشنطن بعد الاتهامات الإسرائيلية. قال غرينفيلد إن بلادها بحاجة لإعادة النظر في أنشطة الوكالة وكيفية عملها في غزة وإدارتها لموظفيها وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية. على حد قولها، أعلم أن هناك حاجة إلى رؤية تغييرات جوهرية قبل استئناف التمويل المباشر لأونروا، وكما تعلمون لا ينبغي أن يتسبب ذلك بتعطيل العمل العظيم الذي تقوم به أونروا. لقد لعبت أونروا دورا أساسيا في الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وأونروا هي المنظمة الوحيدة على الأرض التي لديها القدرة على الاستمرار بتقديم الدعم، وموظفوها قاموا بعمل استثنائي وأنقذوا آلاف الأرواح. لكن للأسف أثارت المعلومات حول أونروا الشكوك، لكن دعوني أقولها بوضوح، لا يجب أن نسمح لهذه الأنباء بتقويض الجهود التي تقوم بها أونروا في تقديم المساعدات الحيوية. في الأثناء أفاد موقع أكسيس بأن مجموعة من النواب الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب الأمريكي ناقشوا مع المسؤول الإسرائيلي بدائل لتحل محل وكالة الأونروا للعمل الإغاثي داخل غزة. أضاف الموقع الأمريكي نقلا عن مشرعين أن المسؤول الإسرائيلي اقترح 6 بدائل من بينها اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة. في الشأن الميداني، أفاد تقرير لموقع انترسبت أن الجيش الأمريكي كان على أهبة الاستعداد للانتشار الأمامي لدعم القوات في حالة تورط الولايات المتحدة على الأرض في حرب غزة. هذا ما جاء في مذكرة صادرة عن أفراد في القوات الجوية الأمريكية خلال الشهر الحالي نشرها الموقع، وأظهرت أن الجيش الأمريكي كان مستعدا لاحتمال مشاركة في الحرب البرية الإسرائيلية على غزة. في وثيقة أخرى منفصلة خاصة بالموظفين، إن الأمر الاحتياطي يتعلق بالقوات الأمريكية التي تم نشرها العام الماضي في العراق وعددها نحو 2000 عنصر. انترسبت كشفت أيضا أن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأمريكي في الحرب وشيك، غير أن مذكرة يناير كانت أحدث إشارة على استعدادات وزارة الدفاع الأمريكية لدعم إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي. تأتي هذه التسريبات رغم التأكيدات المتكررة للبيت الأبيض أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة لن يشمل نشر قوات برية. من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. المجموع الكلي من القوات الأمريكية في العراق لا يتجاوز 2500 جندي أمريكي. هؤلاء ليسوا كلهم جنود قتال، هناك مستشارين أيضا من بينهم، وبالتالي هل فعلا هناك قوات أمريكية
قتالية في العراق يمكن أن تخوض حربا في غزة أو في غيرها؟ تحية طيبة لكم المتابعين الكرام. حقيقة يعني فعلا العدد المعلن هو 2500 بين مستشارين وبين ربما مقاتلين. دائما ما يذكر أنهم المستشارون لديهم حمايات ويعني قوات خاصة تحميهم. هذه الوثيقة تتحدث عن قوات الدلتا فورس على ما يبدو، اللي يعني اختلف الرأي فيها وفق الوثيقة أو وفق انتسربتس أنه هي تكون قادمة من العراق أو ربما قادمة من إحدى المواقع أو يعني القواعد الأمريكية على البحر. يعني حقيقة هناك تباين في المعلومة أو المعلومات ككل. منذ بدايتها أعلنت فعلا القوات الأمريكية، لكن انترسبت في هذه الوثيقة التي تقول بأن عثرت عليها تتحدث عن قوات أمريكية قتالية وأنها موجودة في العراق ولديها القدرة على المشاركة في حرب. يعني أنا أقول هذه القوات ربما موجود بعضها من العراق أو في العراق، في العراق بواجهة أو بأخرى، لأنه هناك كان يعني واجبات قتالية في مواجهة داعش، وربما كانت في تلك الأثناء متواجد بعض منها في العراق بواجهة حمايات أو قوة قتالية. نتذكر أن هناك عدة واجبات حصلت شاركت فيها يعني أفراد من القوات الأمريكية الخاصة، النخبة الخاصة، دعما للقوات العراقية، ومنها وادي حوران، معارك في وادي حوران، وقبل ذلك أيضا كانت هناك واجبات أمنية خاصة قتالية على الحدود مع كردستان. هذه يعني معلنة، لكن هل هي نفسها هذه القوات التي توجهت إلى إسرائيل؟ عموما هي كانت قوات لإعطاء الاستشارة على ما يبدو للبحث عن الرهائن أو الأسرى كما يسمون، والبحث عنهم لأنه كان منهم بينهم أمريكان. القضية يبدو قضية رأي عام أمريكي أيضا، أنه الأمريكان يعتبرون أنه إدارتهم قد وعدتهم بعدم الانتشار تحاشيا لأي مواجهات مسلحة أو بؤر اضطراب جديدة تنأى بنفسها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لكن عملية يعني كشف هذه القوة وتوجهها إلى إسرائيل تقول بأنهم يتواجدون على الأراضي العراقية. أيضا العراق يقول نفس الكلام. على مستوى مستشارين كان هناك محاولات يعني قريبة من العراق بأنه يخرج هذه القوات حتى لو كانت على المستوى الاستشاري. الآن وبعد هذه الوثيقة، ما الذي كيف سيكون موقف العراق؟ يعني هو عادة القوة إلى العراق هذا السؤال، أو بقيت في إسرائيل أو انسحبت إلى القواعد الأمريكية أو البارجات أو المواقع اللي قريبة من موقع الحدث؟ هو هذا السؤال. شاركت في البحث عن الرهائن؟ نعم، هي شاركت في بيت لاهية وفي حي التفاح في البحث عن رهائنها الأمريكان. وبالمناسبة يعني هم أرادوا كما قال كيربي المتحدث أنه يموهوا على الخبر وأنه لا قوة مشاركة، لكن هذا الخطأ اللي حصل من موقع البيت الأبيض حينما نشروا صورة بايدن مع قوات النخبة دلالة على وجودها. هو تفاعل الأمر يعني لدى الرأي العام الأمريكي من أنه لماذا تخدعون وتقولون لا توجد قوات نخبة أو قوات أمريكية في تلك المناطق ومنها العراق، لكن التبرير هو دائما داعش. هذه عدم الرؤية والضبابية تثير الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في العراق، لأنه المعلن أنه 2500 مستشار، لكن هناك إشارات فعلا صدرت حتى من الجانب العراقي أنه حمايات خاصة معهم، ربما أدمجت معها قوات يعني خاصة محدودة من النخب. وبالمناسبة هذه قوات الدلتا فورس هي التي تابعت البغدادي واستهدفته الإرهابي الكبير الذي قتل في على أيدي قوات الدلتا. هذه قوات نخبة تستطلع
تقاتل قتال سريع وتنسحب، لا يعني تشارك ولا تنتشر في الأرض ولا تشارك في معارك كبيرة. للأسف الوقت انتهى، شكرا جزيلا المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم، كنت معنا، شكرا جزيلا. في مسألة الاتفاق المحتمل الذي يجري التباحث حوله، نقل صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين أن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس داخل قطاع غزة سيتم خلال فترة توقف للقتال مدتها 6 أسابيع. يتضمن الاقتراح إطلاق سراح السجناء بمعدل 3 أسرى لكل رهينة، وإعادة تموضع مؤقت للقوات الإسرائيلية بعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غزة، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى القطاع. وفق واشنطن بوست، أشار المسؤولون إلى أن المباحثات لا تزال في مراحل مبكرة، وأن أي اتفاق فعلي سيستغرق وقتا. من القاهرة انضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. هل نحن نتحدث الآن عن صفقة مختلفة ربما تحظى بفرصة أفضل من سابقاتها بسبب دعم الولايات المتحدة لها؟ هو بالتأكيد طبعا في مناخ جديد تتشكل فيه موضوع مرتبط طبعا بإتمام الصفقة في هذا التوقيت. من الواضح أن هناك ضغوطات أمريكية مباشرة بيقودها مدير المخابرات المركزية وزير الخارجية لحياتي المنطقة خلال الأيام القادمة، وبالتالي في تحرك أمريكي جديد هو مرتبط بحجم التضرر وارتدادات حرب غزة واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الإقليم، اللي بدأت طبعا بالجنوب ومرت به الأحداث الأخيرة في الحدود الأردنية السورية. المؤكد أنه الجانب الأمريكي يمتلك قدرات وإمكانيات إذا تم توظيفها في الفعل، حيتم تسريع معدل ما يتم الاتفاق عليه حتى لو اقتضى الأمر ضغوطات مباشرة على الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار، بما فيها احتمالات تغيير مكونات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وبرغم تهديدات عدد من الوزراء. المناخ الجديد تشكل فيه الصفقة دوليا وإقليميا، بمعنى أنها مدعومة من فرنسا والولايات المتحدة دوليا، ومن مصر وقطر والأردن أيضا من جانب آخر، وبالتالي كل طرف في إطار المعادلة بيتحرك في إطار محاولة لتفكيك عناصر الأزمة والانتقال تدريجيا إلى إتمامها بصورة أو بأخرى. الحديث عن من 50 إلى 60 يوم، وفي تفاصيل كثيرة متعلقة بعدد الأسرى. المهم الآن هو تشكل هذه الإرادة. الأمر الآخر هو مزيد من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي، تقبل حركة حماس لما يطرح، وهذا هو الأمر المهم الآن، أن هناك تقبل من قبل حماس لما يطرح، ومن الواضح أن الموقف يتجه إلى قبول ما يتم عرضه إسرائيليا. وإسرائيل ليس لدى نتنياهو الآن مشكلة، برغم التصريحات التي أطلقها، حضرتك تعلمي جيدا أنها تصريحات لمخاطبة الجمهور الإسرائيلي بالأساس، وبرغم التهديدات لعدد من الوزراء بالخروج من الائتلاف، لكن في النهاية هناك أجواء جديدة تتم في هذا التوقيت. هناك متغيرات فرضت نفسها أيضا، التأكيد البريطاني باحتمالات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مبادرة ال5 نقاط البريطانية، مبادرة ال10 نقاط الأوروبية. هناك ضغوطات من كل جانب الآن على الجانب الإسرائيلي لتمرير هذه الصفقة. ماذا عن المشهد الانتخابي الأمريكي، وإلى أي مدى يضغط على إدارة بايدن أيضا لإتمام هذه الصفقة بأي شكل كان؟ أنا في تقديري أن الولايات المتحدة لديها أيضا رغبة في هذا الأمر. هناك فرصة جيدة، أنت تعلمي أن شعبية الرئيس الأمريكي في حالة انخفاض، هناك صراع وتجاذب كبير داخل الكونغرس وعلى مسألة غزة وضرورة حسمها بصورة كبيرة، فأيضا هناك ضغوطات من داخل الإدارة الأمريكية للتمرير بهذا. وفي يقيني أن ظهور مدير المخابرات المركزية وزير الدفاع، يعني وزير الخارجية، أنت تتحدثي عن الزراع الأمني والزراع السياسي، وبالتالي في حرص أمريكي الآن على تمرير هذا. هناك أيضا سبب آخر هو تخوف الجانب الأمريكي من انفتاح المشهد ودخول أيضا أطراف أخرى. الأوروبيون يسجلون حضور سواء كان من قبل بريطانيا أو من قبل فرنسا أو من قبل الاتحاد الأوروبي بمبادرة ال10 نقاط، فمن الواضح أن الولايات المتحدة تريد أن تسجل سبقا في هذا، بالإضافة طبعا. طيب ماذا تفعل حتى أن تسجل التي تعترض الضغط؟ البعض يقول لا صفقة يمكن أن تمر دون ضغط أمريكي على إسرائيل. هل يمكن فعلا أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل، وفي أي اتجاه؟ بضغطها على وقف إطلاق النار، بقبول هذه الصفقة، هل يمكن أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية التزام إسرائيلي بتنفيذ الصفقة إذا ما تم الاتفاق عليها؟
يعني دعيني أصارحك، لا أحد يضمن إسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي الطرف الرئيسي في هذا الإطار. الولايات المتحدة تستطيع أن تكبح جماح الحركة الإسرائيلية، ولكن في المرحلة الأولى ربما يكون هناك التزام، هناك مخاوف حضرتك بس من المراحل التالية أو إطالة أمد تنفيذ الاتفاق، ربما يكون الدفعة الأولى مهمة، لكن ما يلي من خطوات، وفي سوابق كثيرة حضرتك تعلمينها جيدا في التعامل مع إسرائيل وفق الخيارات التدريجية أو المرحلية، هكذا كان في صفقة جلعاد شاليت، وبالتالي المرحلة الأولى مهمة. إذا استمرت الولايات المتحدة في هذا شيء جيد، خصوصا أنه في مكاسب يمكن أن تحققها الولايات المتحدة فيما يجري بعيدا بقى عن العملية الانتخابية وانشغال الداخل الأمريكي، لكن أرى أنه التضرر الأمريكي من ارتدادات حرب غزة وما يجري في استهداف الحضور العسكري الاستراتيجي في الإقليم هو الذي سيدفع الولايات المتحدة لمزيد من الضغوطات على الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، كنت معنا من القاهرة. دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي جميع القادة الليبيين إلى المشاركة بشكل إيجابي في الحوار الذي اقترحه أواخر العام الماضي للتوصل إلى تسوية سياسية. شدد باتيلي عاقب لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي بحث خلاله العملية السياسية في البلاد على ضرورة إنهاء الجمود الذي سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي والتوصل إلى حل شامل وتوافقي ينهي الفترة الانتقالية ويوفر الاستقرار. أضاف المبعوث الأممي أن صالح أكد على ضرورة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات. هذا بينما ربط رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حضوره للحوار السياسي وفق مبادرة باتيلي بشرطين، إما حضور الحكومة المكلفة من البرلمان أو استبعاد الحكومتين، مشيرا إلى أن الحوار سيعيد ليبيا للمربع الأول. نحن مع الحوار مع الوفاق، ولكن حتى الحوار الآن أعتقد أن كما قلت اليوم للسيد عبد الله أن القوانين أصدرت والقوانين قابلة للتنفيذ، ما علينا الاتجاه لتنفيذ القوانين. ممكن دراسة آلية وشروط انتخاب رئيس الوزراء والوزراء، ولكن أيضا الحوار من جديد حقيقة ولا اللجان من جديد ستعودنا للمربع الأول. نحن موقفنا واضح، إذا حضرت الحكومة المنتخبة من مجلس النواب لا مانع لدينا من حضور أو غياب الاثنين، يعني يا أربعة يا ستة الحضور. أعتقد أن السيد عبد الله استوعب هذا الأمر ووعد بدراسة هذا الأمر. نحن لا يصح أن نسحب ثقة من رئيس حكومة ونجلس معه باليوم الثاني. من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي إبراهيم بالقاسم، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. مبادرة المبعوث الأممي، هل يمكن اعتبار أنها وصلت إلى طريق مسدود قبل أن تبدأ حتى، أم يمكن أن يكتب لها النجاح هذه المرة؟ أهلا بك ضحى، صباح الخير. حقيقة أنا من طرابلس الآن. فعليا المبعوث الأممي أبلغ لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مخرجات أو نتيجة نقاشه ولقائه بالقوى الفاعلة في غرب ليبيا، المجموعات المسلحة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة في خوض يعني ضمار أو جولة يبدو أنها سياسية أكثر من أي شيء آخر. أوصلت هذه المجموعات في غرب ليبيا رسالة واضحة جدا إلى مبعوث الأمم المتحدة وطلبوا إبلاغها لكل الأطراف بأنهم أيضا لديهم مطالب ولديهم شروط كما يضع الآخرين شروط للمشاركة في الحوار. في الأول كان الحوار غير مشروط، لكن الآن هناك أطراف تضع شروط وتحاول يعني تصعيد قبل الدخول إلى. هل تتحدث عن رئيس البرلمان الذي ربط حضور الحكومة المكلفة من البرلمان وأيضا يعني صحيح، هل هذه شروط تعجيزية برأيك أم يمكن أن يحققها باتيلي؟ لا حقيقة أبلغ بها أيضا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل فترة قريبة عندما التقى بمجموعة من القيادات المسلحة من المنطقة الغربية سواء كان في القاهرة أو في شرق ليبيا، حتى في مربوعته أو في مجلسه الخاص في القبة. كانت الشروط واضحة جدا، أولا أن حكومة الوحدة الوطنية هي الممثل الرئيسي للقوى السياسية في غرب ليبيا، أما القوى الفاعلة المسلحة فيجب أن تشارك أيضا في الحوار السياسي ويجب أن تكون لديها ممثل داخل الحوار السياسي، وهذه مسألة مهمة جدا ومسألة واضحة
يعني تدفعنا للحديث عن من سيمثلها وكيف سيمثلها، ولكن هي تتحدث على أنه طالما أن خليفة حفتر قائد الجيش سيكون موجود، إذن يجب أن يكون هناك نظير له عسكري ويمثل القوة العسكرية و القوى الأمنية والقوى المسلحة في غرب ليبيا في إطار دمج وتوحيد الجيش ضمنيا ضمن طاولة الفوضى. أكثر من دعوة وأكثر مبادرة وجهت لحوارات مماثلة لكنها لم تتحقق، هل باعتقادك يمكن لهذا الحوار أن يحدث هذه المرة في ليبيا؟ هذا الحوار هو حوار جوهره أمريكي، يعني الفكرة فكرة أمريكية يدفع بها أو أكثر الأطراف الدولية التي تدفع في هذا الاتجاه هي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مبعوثها في ليبيا، وتضع يعني آمال كبيرة جدا على أنها تحقق نوع من الاختراق، ليس بالشرط أن نصل في النهاية إلى الانتخابات بشكل فعلي، ولكن هو المطلب أساسي لجزء من المشاركين في الحوار، على الأقل حكومة الوحدة الوطنية والقوى الفاعلة والمجلس الأعلى للدولة يطالبون بأن تكون الانتخابات، وأيضا هناك آخرين يطالبون، لكن هناك مطلب أساسي هو فصل الانتخابات البرلمانية الرئاسية. لكن شوف، المبعوث لا يملك الآن الأدوات فعلية وقادرة وقابلة على الضغط على الأطراف للدخول إلى طاولة المفاوضات وإلزامهم باحترام والتزام بنتيجة، لا قدرة على إلزامهم بالمشاركة من حيث المبدأ وضمان بقائهم حتى النهاية، ثم لا قدرة له على فعليا حتى الآن أو عدم قدرة البعثة إلزام الأطراف على الاحترام والالتزام باتفاق الذي سيبرم أو الميثاق الذي سيبرم من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى الانتخابات. هناك أطراف سياسية ترى في خطة، على الأقل عودة إلى طاولة المفاوضات نعم، ولكن هناك أطراف سياسية ترى في خطة المبعوث الأممي إطالة للمراحل الانتقالية، هل هي كذلك سريعا جدا لأن الوقت انتهى؟ بكل تأكيد إذا تم تغيير الحكومة لن يكون هناك إمكانية للحديث على الانتخابات ولو بعد سنوات، يعني على الأقل سنة أو اثنين إذا ذهبت الأطراف السياسية الآن في عملية تغيير الحكومة من الأساس بغض النظر أي الحكومة، الأقرب هو تمزيق الحكومتين وهذا ما يطالب به الجميع. كنا نتحدث من البداية أنه يمكن تعديل طاولة المفاوضات، بدل ما تكون خمسة تدمج فيها حكومة الحكومة الليبية برئاسة حماد، وأيضا يكون هناك ممثل عن القوى المفاعلة والقوى المسلحة في المنطقة من توحيد الحكومة وتوحيد القوى المسلحة. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.